بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الاسس، اهلا وسهلا بحضرتك. خليك معايا وان شاء الله باذن الله تعالى تتعلم كل شيء في زراعة الخيار ده هو او زراعة الكريم اللي احنا زرعينها هي. يعني هتتعلم كل حاجة باذن الله تعالى لو قدرت تستوعب اللي احنا بنقوله ده هو. واحنا كل اسبوع هتلاحظ كل يوم جمعة عاملين فيديو، وهنشوف هنوصل لحد فين في قصة زراعة الاسس اللي احنا عاملينها ده. اتفضلوا معانا خلينا نشوف احنا الاسبوع ده وصلنا لفين وهنعمل ايه. طبعا الجمعة اللي قبل اللي فاتت، الجمعة اللي قبل اللي فاتت كنا زرعنا الخيار ده، ودي نبات الكريلا، وده قرع هندي، وده بطيخ. البطيخ احنا بنشوف هيعمل ايه، انا اول مره ازرعه في البيت المحمي بصراحه، وهشوف برضه هيعمل ايه البطيخ او الحبحب او ده البطيخ ده، هنشوف هيعمل ايه باذن الله تعالى. القرع ده هو ده قرع اللي هو الطويل ده الهندي، ممكن يتزرع على فكرة أرضي، وممكن يتربى زي ما حضراتكم شايفين كده على خطان. تمام، دية النبات بتاع الكريلا، وكريلا معروف ان هي بيزرعوها في الهند، وطبعا مشهورة جدا في الخليج برضو، وسعرها غالي زي الخيار كده، ولكن فيها مرارة جامدة قوي، وبينصحوا بيها كنبات طبي يعني. تمام، للجماعة اللي عندهم السكر وكده، ان هي بتخفف في الحدة من مرض السكر. ده طبعا الخيار، وزي حضراتكم شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن، مفيش اي مشكلة. الخيار ده لحد دلوقتي احنا مرشناهوش، الخيار ده حتى الان ما ترشش، طبعا محتاج انه رشه، وطبعا محتاجين ان احنا نبدأ بقى ان شاء الله باذن الله تعالى التسميد، وهقول لك التسميد هنعمله ازاي. تمام، النجاح في الخيار ده يا جماعة لحد دلوقتي الساق بتاعته هيت ما شاء الله تبارك الرحمن، كويسة جدا. الامراض حتى الان برضو ما فيش اي حاجة. تمام، واحد بيقول لي في ذبابة بيضة هيت، يمكن تشوفها انت على اهي، في ذبابة بيضة بس، طبعا شوية اي حاجه ماده حشريه ان شاء الله تضيعها ما يبقاش حاجه، وده طبعا طبيعي لان انا عندي طبعا طماطم مزروعه جنب البيت، ف بيحصل اللي انتم شايفينه ده. المهم، سبب النجاح الاول والاخير الميه. شفت الري، شايف كان ما احناش زارعين خالص، يعني ده بيروى ممكن يوم ويوم دقيقه واحده بس. تمام، دقيقه دقيقتين اقصاها يعني. لو في اي ميه زياده زي ما قلنا، لو في اي ميه زياده هنا اهو، شويه تراب اهو اهو. تمام، النبات مش نايم ولا حاجه ولا عنده مشكله خالص، بس من الاول النبات اتعود على ان الميه تكون بحساب، مش تقعد تدي ميه تدي ميه تدي ميه، في الاخر النبات اتعود على كده هيسرول ويطلع لفوق، والدنيا بتاعته مش هتبقى كويسه. صدقني مشروع ناجح جدا 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 لو انت قدرت تستوعب بس اللي احنا بنقوله. خلي قلبك جامد، ومش كل حاجه ري، ومش كل حاجه تسميد، ومش كل حاجه ارش على الفاضي وعلى المليان. راجل الزراعه الصح او اللي بيفهم صح يبقى هادي كده، ويعلم تمام العلم ان الامور دي لازم يكون فيها هدوء هدوء هدوء، ونظره ثاقبه للنبات اللي قدام حضرتك ده، وشايف حاجه والله تفرح ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا لنا كده 15 يوم صح، لو شو ارجع لاول فيديو. تمام، طبعا الحمد لله احنا عملنا الشتلات ديت. تمام، الشتلات دي احنا عملناها، مش للاسف يعني، الحمد لله يعني ما طلعش في ترقيع ولا حاجه، ممكن حبيتين ثلاثه بس اللي رقعناهم. تمام، ده طبعا نبات الكريلا، ده نبات الكريلا زي ما انتم شايفينه كده. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه حلوه خالص، مختلف شويه عن القرعيات العادية اللي احنا بنشوفها دي. تمام، التسميد اللي احنا ان شاء الله هنعمله، التسميد اللي احنا هنعمله بإذن الله تعالى واتكلم فيه في الحلقة الجاية باستفاضة يعني،
اللي انا عايزك دلوقتي بتعمله انك انت بتروح للدرام اللي عندك. الدرام اللي عندك نشوف الدرام، نشوف الدرام اللي احنا بناخد منه الميه يعني، تمام. بتكون عامل لك درام، الدرام اهو ده عندنا الماتور اهو، وادى الدرام اللي بناخد منه ميه. بناخد منه ميه ده كام؟ 2000 لتر. ريح دماغك كده وهقول لك على حاجه، هتجيب لك حوالي كيلو ونص في الاول. هات كيلو الاول، جيب كيلو، ماشي، كيلو ان بي كي، بس يكون مصدره محترم، تمام. وهترميه في التانك ده، تمام. هترميه فيه طبعا، تدوبه الاول، اول في سطح كويس وترميه فيه. ما تقوليش اصل برنامج تسميد وبرنامج بتاع والليله الحمضانه اللي ايه اللي اكتب والكلام ده كله، عامل زي ما يكون واحد بيكتب سحر لواحد واعمل ده. الكلام ده احنا بنزرع اسس، تمام. فالامور سهله وبسيطه، وما تعقدش نفسك عشان ما تتعقدش. في واحد يقعد يفتي ويقري في الناس في عشيتها، وفي الاخر الناس بتفشل بسبب ايه؟ بسبب التعقيد والقرف اللي معيشين الوطن العربي فيه كله، تمام. ده التانك بيسحب الميه من هنا، بتروح على الماتور، تمام. الماتور بيدخل لي جوه اهو، زي ما انت شايف الماسوره داخله عندي اهي، تمام. طيب التانك ده حط فيه كيلو ام بي كي، حط فيه كيلو ام بي كي، دوبه في سطل، وعليه ربع كيلو عناصر صغرى. حط ربع كيلو ايه؟ عناصر صغرى. ولو قدرت عندك حمض نتريك، قدرت تحط نص كيلو حمض نتريك عشان يقلل لك رقم البي اتش والميه تبقى زي الفل ودنيتك كويسه، البي اتش مالك ما عليك فيه، سيبك من ما مش عايزك تعرفه هو ايه، مع انه كلكم عارفينه، تمام. وهندخل كل يوم على حسب النبات بتاعي ما هيحتاج. ها بنفتح طبعا اهيت الري بتاعه طبعا من هنا، تمام. اهو احنا بنروي بنفتح الحنفيه، طبعا في الموتور اللي بره ده بيضغط جامد، والميه بتنزل لي هنا. زعلنا في حاجه ولا اي حاجه؟ قول له كيلو ام بي كي بس، مش عايزين غير كده. عايز تزود كيلو ونص، اهلا وسهلا، مش هيحصل حاجه. هتزود برضه 2 كيلو في يعني جرام في اللتر، جرام في اللتر، جرام في اللتر، جرام ام بي كي في اللتر. عايز تزود تحط نص جرام في البدايه، اهلا وسهلا. عايز تحط كيلو، اهلا وسهلا. عايز تحط 2 كيلو برضه، ما زودتش كتير. المهم انك تحكم لي الري هنا، تمام. اذا الميه اللي هتنزل هنا هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها التسميد بتاعها، عناصر صغرى وام بي كي، تمام. تمام. طيب كل اسبوع عايزك تجيب الكنكه ده اهي، الكنكه دي، تمام. وهتحط فيها الكنكه دي 5 لتر، تمام. بتحط فيها حوالي كام؟ حوالي 5 او 6 جرام كالسيوم، تمام. تدوبهم كويس وتحط، تمشي على كل نبات تحط له شويه قبل الري، قبل ما تبدا الري تحط شويه كاسه كده تحته، تمام، كاسه ميه تحت النبات كده اهو. وبعد كده اهي الازازه ده اهي، اقطع حته منها كده وحط تحت كل واحد ايه الازازه ده هي، تمام. تمام 52 سم اهي كالسيوم، تمام التمام. عندك كالسيوم سائل ممكن ترش عادي كالسيوم سائل، مفيش اي مشكله خالص في القصه دي. وهتجيب اي ماده دي بالنسبه للتسميد في الوقت اللي انت فيه ده هو، وتريح دماغك من القصه دي. بعد كده هتجيب لي اي ماده فيها استمبراي، وتجيب اي ماده فيها الابامكتين. يعني ايه الاستمبرايد دهون او الاميدا كلورا برايد؟ ماده حشريه للصفيده الماصه، ان كان عندك تريبس، كان عندك ذباب ابيض، اذا كان عندك جسد، اذا كان عندك اي حاجه من بتقضي عليها الماده دي، تمام. وبتضيف معاها فرتينك. هتقول لي الفرتينك، هقول لك الفرتينك ده فيه ماده فعاله اسمها ابامكتين، مش لازم تلاقيها في الفرتينك بس، ممكن تلاقيها في اي كوميرشال نيم او اسم تجاري لاي ماده ثانيه، يعني مش لازم يكون ايه يكون الفرتينك بالذات، تمام. هتخلطهم الاثنين على بعض حسب المدون على العبوه. لو مش عارفه راسلني وانا صور لي على الواتساب وانا اقول لك تحط ايه، تمام، الدوز بتاعه او الكونسنتريشن التركيز هيكون قد ايه، تمام. وهتخلطهم مع بعض، ويا حبذا لو خلطت معاهم جرام ام بي كي برضه، تمام، ما عندكش اي مشكله، وربع جرام عناصر صغرى، اخلطهم كلهم مع بعض، منه رش ومنه تسميد يا معلم،
ولو عندك مشكلة في التسميد تحت أو في عندك مشكلة في النقص عنصر بعد اللي قلنا عليه إنك تحط في الدرام ده، التسميد الورق اللي حضرتك حطيته هيعمل لك أحلى نتيجة وأحلى شغل، وشغل عالي جدا، أكتر من كده مش عايزك تعمل. ده أنت سميت أرضي وسميت ورقي، التسميد الام بي كي اللي انت حطيته في اللي هو ام بي كي، يعني عناصر كبرى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، تمام، حطيته في مع الرش العنكبوت الاحمر ورش العناصر ورش الثقيبه المقصه، تمام، او الذبابه البيضاء والمن والدسم، حطيت رشيت من فوق ورش، وحطيت برضو تغذيه من فوق وتغذيه من تحت. تغذيه من تحت عن طريق الجرام اللي قلنا تحط فيه كيلو او كيلو ونص، تمام، وبعد كده ابتديت رش مع الماده ابتديت رش مع الماده اللي هي الحشريه اللي انت حطيتها مع مبيد العنكبوت اللي ايه اللي حضرتك حطيته ده، تمام. بس ده اللي عايزين نقوله النهارده، وزي ما حضراتكم شايفين انا بلففك على كل الوضع اهوت، يعني مستقر الحمد لله. النبات كويس ما فيهوش اي مشكله حتى الان، فاهمني، بس زي ما بنقول يحتاج كل اسبوع رشه مبيد حشري ومعاها شويه مغذيات كده نخلطهم مع بعض الان بي كي مع شويه عناصر صغرى، وامورك ان شاء الله باذن الله تعالى بتكون طيبه وممتازه جدا يعني، تمام. دول بقى نزرعهم في اي مكان تاني، ما عندناش اي مشكل خالص يعني، تمام. بس يا حضرات ده اللي احنا هنقوله في وان شاء الله باذن الله تعالى 15 يوم الخيار ده بيجمع، خيار 15 يوم بيجمع ان شاء الله، او 20 يوم، احنا بقى لنا 15 يوم 20 يوم يبقى 35 يوم الخيار بيجمع عليهم في الشتاء في الصيف، الخيار الصيفي بالذات بيبقى سريع. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.